لتفاصيل صغيرة ولكن بطعم تاني. أنا عارف إن حضراتكم شطار جدا في عمل الكشري الأصفر، سواء أهل الريف المصري أو الصعيد المصري، اللي بوجه له تحية كبيرة هنا من على الكورنيش من مزبيرو. الكشري الأصفر إحنا شطار في عمايله، بنعمله بزيت بزبدة، والسمنة البلدي هنا بتقول كلام في عمايله. خلينا نشوف نعمله النهاردة بطريقة جديدة وتركاية المغازي، إزاي أدخل فيه عناصر بروتين حيواني زي لحمة مفرومة ضاني أو كندوز مع بيض مسلوق اللي هو البيض المدحرج. المقادير على الشاشة مخرجنا الجميل، عدس أصفر من خير أرضنا مسلوق سوري مغسول وبعد ما اتغسل صفنا ميته، رز مصري برضو اتغسل وصفنا ميته، لحمة مفرومة اللحم المفروم اللي معايا كندوز نسبة الدهون فيه تقريبا 20-30%، بيض مسلوق، البهارات بتاعتنا شوية ملح شوية فلفل ورورو ومعلقتين من الزيت ومكعب زبدة أو معلقة سمنة، دي المادة الدهنية اللي هستخدمها. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي بتفاصيل صغيرة، ولكن الأكيد والمؤكد إن هيكون طعم تاني. معلقتين زيت في قلب الحلة، حلو أوي، بنحط معاهم مكعب زبدة صغير كده. وليه دايما بيقول لك بتحط الزبدة مع الزيت؟ السؤال ده اتسألناه قبل كده، عشان يا عم الشيف الزبدة ما تتحرقش. شوف التفاصيل هنا، التفاصيل اهي في قلب الطاسة، والمغازي جاب الخلاص. الرز المصري نازل على الزيت مع الزبدة، اقلب في الرز ده مع الزيت والزبدة لغاية لما الرز يشرب المادة الدهنية، سواء زبدة سواء سمنة حسب اختيارك. شفت الجو ده كده؟ تقوم حبيت الرز هنا شخصيتها تقوى وطعمها يروح في حتة تانية. اتغير لونها؟ اكيد طعمها بعد ما يستوي هيبقى له طعم تاني خالص. طب ايه فكرة انك تقلب الرز المفلفل؟ فكرة ان انا اقلب الرز في مادة دهنية على النار كده عشان الرز يبقى مفلفل، لان الرز يا اخوانا غني بالنشويات والكربوهيدرات، والرز لو ما تعملناش معاه بذكاء هيعجن منك ومش هيبقى مستوي. سبحان الله. والله تعملي رز ويبقى معجن ومش مستوي، ليه بقى؟ الكربوهيدرات والغطاء الخارجي لحبات الرز او الكفر الخارجي لها داب نتيجه انك حطيتيه في ميه وحبات الرز لسه فيها العضه او القرشه بتاعته، فده مهم جدا على فكره. فازاي حبات الرز تستوي وتاخد وقتها في السوى؟ اكيد لها خبره طهويه. الدليل على كده ايه؟ وايه البرهان لكده؟ وايه المعطيات بتاع الكلام ده؟ لما بنعمل حله رز وتتحرق منك ويفضل في ارضيتها شويه رز، تقومي تقولي ايه؟ احط فيها شويه ميه واغسلها بكره. ما انت بقى ذكيه ما شاء الله عليك، اتعلمت من ماما كده، فتحط فيها ميه وتسيبها لبكره، تخش على المطبخ تلاقي حله الرز مختلفه، مش هي دي بتاعه امبارح، شويه الرز اللي كانوا في ارضيه الحله بقى قد كده اتنفخوا. هي نفس القصه في معده جوزك ومعده اللي ياكل الرز، لو مش مستوي وكلتيه مش مستوي اتخمر في المعده، شربنا ميه تلاقي الواحد بطنه قد كده، من ايه؟ شويه رز كاله، ما هو ما استفادش ولا الرز استوى ولا خد وقته في السوى ولا خدت الميه الكافيه لتسويه الرز. هننزل بالعدس ده كده، التفاصيل اللي بقولها دي وبخش في التفاصيل دي علشان تعرفي انت بتعملي ايه، وده المهم دلوقتي الثقافه الغذائيه، لان صحتنا دلوقتي لازم نهتم بيها علشان نقدر ان احنا نفكر كويس ونشتغل كويس، لان يقول لك العقل السليم فين؟ في الجسم السليم. نقلب كده. ده رز مصري، عدس مصري، ايد مصريه بتقلب، ايه بقى اللي ناقص كده؟ الطعم اهو. ورقتين لورو، والله عايزه تحط حبهان، انت رايحه في سكه تانية، رايحه في المطبخ العربي الخليجي. الاكله دي واخده يعني مزيج ما بين مصري وخليجي. ايه البهارات بتاعتنا؟ شويه ملح بس. لان انا هنا الطريقه اللي اغرف بيها الكشري ده هتعجبك دلوقتي على فكره. حطيت الملح، حطيت ورق اللورو، خلي بالك في حله ميه بتغلي على النار جنبك اهي، بص عليها كده اهي، ما ينفعش احط ميه ساعه، لا مش هحط هنا بقى، الله عليك يا شفيق، هو ده الكلام، هو ده الكلام. البوكيه جرنيه النهارده ملوش مكان بينا، ليه بقى؟ لان لو حطيت خضار، حطيت كرفس، حطيت بصل، حطيت ثوم، هيغير من طعم الكشري اللي انا بعمله. انا عايز الرز هنا بشخصيته والعدس بشخصيته، فلازم احط ميه من الحنفيه تكون سخنه، سوري يعني اغليها على النار او براد بيغلي عندك في المطبخ، او ميه بتغلي زي اللي معايا دي كده. بس بعد ما احمص الرز مع العدس كويس، حطيت له الملح، حطيت له ورق اللورو، واقلب كده
لغايه لما حبايه الرز تدفى مع حبايه العدس والاثنين يتعرفوا على بعض ويبقوا حبايب بما ان هما من ارض طيبه الاثنين مع بعض. زي الفل يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. نعمل ايه بقى؟ صل على الحبيب. بيسالونا على السوشيال ميديا مقادير سلق الرز قد ايه؟ لغايه دلوقتي هنسال الفراخ البنيه تتعمل ازاي؟ والمكرونه بالبشاميل تتعمل ازاي؟ وعيار الرز؟ انا مش هحط عيار هنا. انا هعتبرني اصب ميه لغايه لما مخرجنا يقول لي ارفع ايدك انت مصري. بص على الحلاوه، بص على العدس بيتكلم مصري. خلص الكلام. نقلب. العيار ايه بقى هنا؟ في حاله غسيل الرز وتصفية ميته وتركنيه على جنب نص ساعة، وفي حالة غسيل العدس وتصفية ميته وتركنيه على جنب نص ساعة، وفي حالة تقليبهم الاثنين على النار لمدة 5 دقايق، عيار المية هنا بيكون بسوى 1 زي ما انتوا شايفين كده. زي الفل. هنغطيه. والمثل الشعبي يقول لك ايه بقى؟ الكلمة الحلوة في القعدة الحلوة، قعدة العرب، دايما يقول لك ايه؟ اتقل على الرز لما يستوي، يعني اقعد في القعدة كده تقيل ما تتكلمش غير لما يطلب منك تتكلم. فاتقل على الرز لما يستوي، هنوطي عليه النار. اوعى توطي النار على الرز غير لما يغلي، حذاري ما يكونش غلي وتوطي النار، هيعجن منك ومش هيبقى لطيف خالص. هدينا النار. طيب، عايزين نعمل اللحمة المفرومة بتاعة الرز. معانا طاسة شديدة الحرارة. بنحط معلقتين زيت زيتون، أنا دلوقتي إيه هعصج لحمة. كأنك هتعملي صينيه رقاق، كأنك هتعملي صينيه جلاش، كأنك هتعملي مكرونه بولونيز، كأنك هتعملي مكرونه بالبشاميل، وهكذا من القبيل. معلقه سمنه، وعصق شويه لحمه مفرومين مع بصله وتومه كده، نشوف هنعملهم مع بعض ازاي. البصلية ناعمه، والعدس بيستوي مع الرز، لان ده محتاج يستوي على نار هاديه، خلي بالك مش سلق بيض، بما ان احنا معانا بيض مسلوق النهارده. ونقلب دول كده مع بعض، نشيل دي من هنا نشيلها من هنا. طيب الرز احتاج منك ميه وانت بتقلبي. شفت النار زادت معاك شويه، ما تجيش بقى ميه ساعه وتحطي، لا لازم تزودي الميه سخنه، خلي بالك، وتظبطي الملح، كل دي التفاصيل لازم تكون موجوده عشان لازم شويه الرز دول يتظبطوا بالطعم اللي انا عايزه. هتاكلي صوابعك وراهم مع طبق سلطه خضراء وتعشته زي الفل. ودي أكلة مصرية معروفة. بصلايه على النار، معلقة زيت مع معلقة سمنة حلوة كده، وأغذي البصلايه بشوية بهارات حلوين منهم الورق اللورو، منهم البهارات الحلوة، ملح وفلفل كمون كزبرة، بما إن الأكلة مصرية ما تحطيش بقى زعتر والجو ده خالص، ملح وفلفل وكمون وكزبرة. ما هي الأكلة لازم تديها البهارات يا اخوانا، والتوابل اللي بتشتريها من عند العطار هي اللي بتاخدك من بلد لبلد ومن مطبخ لمطبخ. عايزة تروح الصين هتروح على السوبر ماركت وتجيبي صويا صوص وزيت سمسم. عايزة تروح على اليابان هتروح تجيبي صويا صوص وصلصة المحار وزيت سمسم. عايزة تروحي على إيطاليا، حلو قوي، تشوف الدنيا هناك عاملة إيه، هتروحي على زيت زيتون وزعتر روزماري حبق ريحان اخضر، كل دي التفاصيل، زائد طبعا بقيه الماتيريال بتاع المطبخ اذا كان لحمه وبصل وتوم وهكذا، ويا سلام لما يكون من ارض طيبه. عايزه تروحي على المطبخ المصري، كمون كزبره فلفل حار شطه فلفل هلاينو بتاع فلفل ارض اوتي، الجو اللي احنا عارفينه ده كله. عايزه تروحي على المطبخ العربي الخليجي، تبقي تاخدي الحبهان اللي هو الهيل، القرنفل اللي هو المسمار، القرفه، عندك كمان اللومي والحاجات الجنزبيل، وطبعا العسل والحاجات اللطيفه. يا نعم انا معاك. الحبق هو ده السؤال الحلو. الحبق ده حاجه كده بتعمل الزعتر والريحان، بيبقى طعمه لطيف جدا، بيشارك في عمل المشروبات والشاي، طعمه قوي جدا، ابن عم الايه الريحان والزعتر. ده مشهور جدا في الشام يعني. شايفين التقليبه دي كده، بصلايه خد الطعم. ننزل باللحمه المفرومه. ورقة الحبق بالمناسبة سأل مخرجنا بتبقى زي ورقة النعناع دي معانا كده، ورقة خشنة شوية. فيها خشونة غير ورقة الريحان. وإن شاء الله هنجيبه لحضراتكم ونشوفه مع بعض إيه عملي. اللحمة المفرومة نزلت. فص توم محترم. اللهم صل على النبي. أنا دايماً بنزل بالتوم في الآخر.
عشان ما يتحرقش ويمرر لي الايه الحاجه اللي انا بعملها. ربنا يكفينا شر المرار. واقلب اللحمه كده. انا عايز اعصق شويه لحمه حلوين لهم طعم، عشان وانا بغرف الكشري دلوقتي هيعجبك الشكل، هيعجبك البرزنتيشن، هغير من شكل الكشري بس مش من طعم الكشري. خلي بالك انا هغير من الشكل تقديم، ولكن من الطعم لا. الطعم لازم يكون طعم مصري، لان البصله والتومه والعدس والرز مصري. هنقلب دول كلهم مع بعض كده. هياخد شيشاء ميه مغلي. ليه بتحط ميه مع تحمير اللحمه؟ عشان افتت الانسجه من بعضيها وما تبقاش معايا معجنه وما تبقاش ببرغله وما تبقاش بكلكعه. خلص الكلام. يلا واغطيها. نتيجه تصاعد البخار والابخره هيعمل ايه يا عم الشيف؟ اللحمه دي فيها دهون، هي اللي مخليها مكلكعه كده. فالبخار ده هيطلع، يطلع اللحمه دي تلاقيها كلها فكت من بعضها دلوقتي، وفي ايدك زي البرغل. زي ايه يعني زي في ايدك زي البرغل؟ يعني البرغل حبه البرغل بتلاقيها حبه خشنه. اللحمه دي هتلاقيها على فرمتها بقى، فرمه ناعمه هتلاقيها لحمه مفرومه. ناعمه هتلاقيها فرمه خشنه هتلاقيها فرمه خشنه. بدات تفك معايا زي الفل. بعلمك حاجات تقف في المطبخ كده زي ما قالت الست ام كلثوم: واثقل خطواتي يمشي ملكا. في مطبخك مفاتيح السعاده الزوجيه. المطبخ ده يا اخوانا هو حديث العائله. المطبخ ده يا اخوانا هو مفتاح السعاده الزوجيه والعائليه. المطبخ ده اللي ممكن تقولي من خلاله كلمه حلوه لحماتك. المطبخ ده يا اخوانا اللي ممكن نصالح بيه عائله كلها على بعضيها. اكله حلوه اتعملت، في خصام بين حد في العائله، والله يا حبيب قلبي النهارده، والله يا عمو، والله يا خاله، انا عامله لك الاكله اللي انت بتحبها. خلص الكلام. خلاص ده بالتلج. انا عامله لك الاكله البتنجان اللي انت بتحبه. خلص الكلام. عامله لك الاكله الكشري اللي كنت بتحب تاكلها من ايد ماما الله يرحمها. خلص الكلام. مش هنجيب بقى الماضي، هننسى الماضي ونخلينا في الحاضر. تعالوا نغرف الكشري مع بعض. حلو الكلام. هنغرفه ازاي؟ طريقه جديده لطبق بيتكلم مصري بكل تفاصيله ومكوناته. ورقه زبده، ايه يا شيف مغادرة في الكشري ده؟ امي تعمله وتيجي غرفه الطبق ونقعد ناكل بألف هنا وشفا ونلم العيله. تجيب لي بقى ورقه زبده، جيب لي صينيه وتعمل لي افتكاسات. اعمل كده تجديد يا اخي، تغيير يا اخي، قدم الطبق بشكل جديد يا اخي. ايه المشكله؟ ده بيض. بيض مسلوق، حطها كده كده. ده بيض مسلوق، حطها كده كده معايا. بالله عليك حطها كده. بيض مسلوق مش اختراع، ودي تتحط كده العكس. زمان شغال كده. اصبر على رزقك شويه عشان انا بعمل اختراع النهارده. النهارده يوم الاختراع، يوم الابداع، يوم المزاج الحلو. ملناش حاجة؟ لا. تفاصيل معانا يا شفيقة، ما تزعلنيش منك بالله عليك، أنا بحبك. حبيب هارتي، ناخد اللحمة المفرومة. ننزل بقى هنا. يا ويلي، إيه ده يا شيف؟ إيه ده؟ أنت خدتنا في مكان تاني خالص. واللحمة تتوزع بالشكل ده كده. براها علشان البيض ما إيه؟ ما يتهزش من مكانه. ما يهزك ريح، يا ريح. حلو الكلام؟ لسه ما خلصتش. معانا مغرفه الرز. اللهم صل على النبي. نعم. عينيه اعمل لك كل حاجه انت حبيبي. عايزين ايه؟ مغرفه الرز. هقطع لك ايه؟ ورق الزبده. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما بتبقى ورقه الزبده بزياده عشان لها هنا تركايه. ايه هي يا عم غازي؟ عشان ورقه الزبده دي اللي هتديني الشكل الهندسي اللي انا عايزه. اشيل دول كده وبايديا كده اسوي كده. حلو الكلام. واخد الكشري بتاعنا ده كده اللطيف ده كده. الله.
حط بالراحه كده. الله، يا ريحه العدس المصري مع الرز المصري لما بيتحدوا الاتنين مع بعض ومع عليه سمنه بلدي يدوني طعم. ده هيتغرف بقى بطريقه دلوقتي هتعجبك قوي، هتصوريها قبل ما تاكليها. حلوه قوي دي، جايه معايا. هتصوريها قبل ما تاكليها. الله، العدس بيتكلم مصري يعني. والاكله دي تعتبر شتويه، لحمه مفرومه ضاني او كندوز تبلت بالبصله والتومه. عدس طبعا كلنا عارفين واخد الشعار المصري ان هو معروف من الاكلات الشتويه. الرز بتاعنا حاجه عامله زي المعدوس كده من المطبخ الخليجي، الامارات، الكويت، السعودي، اللي بنوجه لهم تحيه كبيره. اسمه المعدوس، بياخد بصل او تومه بس بيبقى شويه ايه في صوص يعني. ناخد الكشري ده كله ونسويه كده، شيل دي من هنا خلاص. اللهم صل على النبي. لازم نضغط عليها بالراحه كده، حاجه جديده. تاخد الشكل الهندسي الدائري معايا. سرفيز التقديم دلوقتي، يلا نصلي على الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. نشيل ده من هنا، نوسع نفسنا. عايز الصوره الحلوه دي يا شفيق بالله عليك حبيبي. اهو السرفيز ده، اللهم صل على النبي. ونجي هنا كده، صلي على الحبيب. حط ده هنا كده ونشيل ده من هنا عشان مخرجنا يجيب الصوره الحلوه. في الاول وفي الاخر هو رز مصري وعدس مصري اشتريناهم من عند البقال، شويه اللحمه المفرومين اللي في الثلاجه اللي باقيين من السمبوسه اللي باقيين من صينيه الجلاش. ده الكلام بقى بتاع البوغازي، خلي بالكم عشان الموضوع يقول لك بيكلف. ارفع كده، حلو. بالله عليك انت لما تقدمي الطبق ده لاولادك ولاسرتك ولضيوفك، انت كلفت حاجه؟ جبت حاجه من بره؟ ده الكشري بتاعنا، تستحق التقدير ام لا تستحق يا اخي الكريم؟ عدس وعدس ورز والله العظيم يا اخوانا، ولحم مفرومه، كيس لحم مفرومه شلاه في الثلاجه مزنوق ما بين اخواته، شويه لحم مفرومين باين من عندنا من صينيه جلاش. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده يا شيف؟ الله يبارك لك يا راجل. حلو، ناخد الفلفل ده كده عشان جوزي بيحب الحار، بس حماتي جايه النهارده ما ينفعش اخلي الفلفل اكل كله حار. اقوم اعمل له كده ايه؟ الغيه. مش ناسياك يا حبيبي، مش ناسياك يا نور عينيا.